مرضى السكر من الامراض الشائعه انتشارا في الفتره الاخرانيه. عدد مرضى السكر في العالم بيزداد وخاصه في مصر. مصر تحتل للمركز الثامن ومتوقع في الفتره القادمه تبقى في المركز السابع عالميا من حيث عدد مرضى السكر. لازم نبقى عارفين ايه هو الانواع مرض السكر. هم اربع انواع الاكثرهم شيوعا، وهو النوع الثاني مرض السكر. النوع الثاني مرض السكر هو صعوبه في عمل الانسولين، بمعنى الانسولين بيخرج كل حاجه من البنكرياس لكنه لا يؤدي عمل جيدا. النوع الاول مرض السكر هو نوع البنكرياس لا ينتج انسولين بالمره، وفي ضعف شديد في هذا الافراز او توقف تام في هذا الافراز هيؤدي الى حدوث السكر. فاحنا عندنا اثنين مشهورين، النوع الثاني وهو الاكثر شيوعا يمثل 90% من مرضى السكر، النوع الاول وهو الاقل شيوعا ويمثل حوالي 10% او 8% من مرضى السكر. النوع الثاني قلنا البنكرياس بيطلع لكن الانسولين مش عارف يؤدي، فيه صعوبه في عمله. النوع الاول لا ينتج انسولين. في نوعين تانيين، هو سكر ما حول الحمل او ما سكر الحمل، وهو انسانة طبيعية يحدث لها الحمل يظهر عندها مرض السكر، او هي مريضة سكر اصلا وبعدين جالها سكر واستمرت وحملت وهي مريضة سكر. النوع الاخير وهو الاقل ندرة اللي هو ثانويات السكر. يعني ايه ثانويات؟ يعني ينتج نتيجة حاجة خارجية، لا قدر الله اورام في البنكرياس او التهابات في البنكرياس عنيفة جدا او اكياس في البنكرياس او بعض الادوية دي تظهر مرض السكر او تؤدي الى مرض السكر. في الحاله دي بيسموه سكر ناتج عن حاجه ثانويه او ثانويه من الاشياء. ازاي نفرق بين النوع الثاني والنوع الاول؟ ده مهم للناس تبقى عارفاه. النوع الثاني لمرض السكر يا جماعه هو انسان غالبا بيبقى بدين شويه، بيبقى عنده تاريخ مرضي في السكر، عنده بعض العلامات زي خشونه في الجلد حول الرقبه لونها لون تميل الى السواد في بعض الاشياء، في بعض السكين تاجز، بيبقى السكر ظاهر بقاله 3-4 اشهر على هيئه تبول شديد، عطش شديد، شويه اجهاد، بياخد وقت كبير عبال ما الانسان يروح يحلل سكر، وغالبا بيكتشف لو الانسان او المريض راح يعمل عمليه جراحيه او بيعمل تشيك اب، بيعمل اختبار دوري. النوع الاول مختلف تماما، هو عيان خلال اسابيع قليله، اسبوع او حاجه، وغالبا بعد نوبه شديده مثلا من التهاب رئوي، نوبه شديده من ارتفاع درجه حراره في الاطفال، يصاحبها نقص الوزن الشديد، الام في البطن، ميل القيء، وساعتها بيبقى معانا حاجه اسمها السكر الاول المصحوب بسكر الاسيتون. فبالتالي النوع الاول غالبا بيبقى بيظهر فجاه خلال ايام قليله، الانسان بيبقى وزنه رفيع دايما، بيميل للسن الصغير ولكن مش شرط، ولكن هي بتبقى اكثر شيوعا في الاطفال للاسف. الام بتاخد بالها على طول ان الطفل بيخس وان الطفل ما بياكلش، بدا يحصل فيه ميل القيء. النوع الحمل ده سكر حمل، بنكتشفه ان دايما توعيه دكاتره النساء متابعه الحمل، متابعه الحمل يعني انا بحلل كل كام اسبوع بالذات من الشهر من الاسبوع ال 24 وال 28 ابتدي احلل السكر الصايم والفاطر للمراه، وليها مواصفات خاصه عشان نشخص سكر اثناء الحمل. السكر الثانوي طبعا ده بيبقى متشخص حسب المرض اللي عمل السكر الاول او السكر الثاني. فائده التشخيص ده ايه؟ ان النوع الثاني غالبا ده انسان بيعالج بالاقراص، غالبا بيقعد من 10 12 15 سنه بياخد اقراص وبعدين ياخد انسولين. النوع الاول لازم ياخد انسولين من اول يوم، فالتفرقه هنا هامه جدا. في بعض الاحيان بيبقى فيه اختلاط او الامور مش واضحه حتى بالنسبه للطبيب، هل ده النوع الثاني ولا النوع الاول؟ في بعض الاختبارات لا ننصح بعملها لانها مكلفه ومش عمليه، بنقول نبتدي انسولين في النوعين اللي عليهم اختلاف ونشوف العيان. النوع الثاني هيبان بعد شهور قليله ان الانسولين بدا يقل ومحتاج ياخد اقراص، وبالتالي ان شاء الله نامر يعني نتمنى للمصريين كلهم بالشفاء العاجل ويبقوا عارفين دايما الانواع المحيطه بهم. شكرا.